الخبر الأول عدنا عن تهجم المتابعين على أنس الشايب سواء باليوتيوب أو سواء بالتيك توك. فحلو ندخلوا على آخر مقطع نزله باليوتيوب وتنزلوا بيع التعليق، راح تشوفون أن كل التعليق مقلوبة بالإنجليزي اللي مكتوب عليها تعليق سلبية ويكشفون حقيقة أنه هو مو رجال. أما بالنسبة للتيك توك لو ندخل على آخر مقطع نزله ونشوف التعليق اللي بيه راح نشوف أن كل التعليق أيضا عليها تهجم ومن متابعين مملكة القصاص وحاطين هذا العلم وهم يكشفين حقيقة أنه هو مو رجال. اكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شو رأيكم بهذا الخبر وهل هو يستحق هذا التهجم اللي تعرض له أو لا. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فأول يوتيوبر اللي عدنا هو نور مار. فنور نزل على حساب محمد بالانستغرام هذا الستوري اللي كان كاتب بيه انه بكره على الساعه بالاربعة مقطع جديد على القناه الاساسيه. وطبعا بالنسبه لما يعرفون ليش هو نزل على حساب محمد بنزل على حسابه بالانستغرام، للحالي حساب نور مار بالانستغرام للاسف متهكر او متبند والحساب طبعا الى الان ما رجع، فان شاء الله يرجع باقرب وقت. واكتبوا لي يا حبايب بالكومنتات قد انتم حابسين هذا المقطع. الخبر الثالث اللي عدنا عن تهجم المتابعين على نارين بيوتي بسبب تقليدها لفرقه بلاك بينك. فنارين نزلت على حسابها بالانستغرام هذه الصوره اللي كانت لابسه بها هذه الملابس اللي هي نفس الملابس اللي لابستها روزي بهذه الاغنيه من فرقه بلاك بينك. جاء هواي من الكومنتات يقولوا انت ليش لابستهم او ليش مقلده نفس اللبس مالتها. فهذه هي صوره يا حبايب قدامكم، اكتبوا لنا شو رايكم بها بالكومنتات. الخبر الرابع اللي عدنا عن عمار وفضيحة الأنس الشايب. طبعا بالنسبة لنا يعرفون من هو عمار، فبالبداية اللي ما يعرف من هو عمار اللي ذكر المقطع مال امبارحة اللي قالت بيه مايا انه اكو شخص كان يصرف بيه على أنس. طبعا بنفس الوقت هو كان صديق أنس من لما أنس الشايب كان عمره 13 سنة. وما عاد شنو سبب الخلاف اللي ما صار ما بين عمار وأنس الشايب، اكو هواي من الأسباب وواحد من عندهم طبعا هي بيسان إسماعيل اللي أنس الشايب تخلى عن كل أصحابه على مودها، على مود يقدر يستغلها براحته. فعمار نزل على قناته هذا المقطع وهذا المقطع فضح بيه أنس الشايب، وطبعا بهذا المقطع حط بيه هواي إثباتات. أحد الأشياء اللي قالها انه أنس الشايب كان رافع سكينة على أبوه كان يريد يذبحه، وصار يقول إن هو شلون كان ينصب عليه وشلون هو كان مداينه فلوس والى ما رجعها. عطيه شويه سكرينات المحادثات وفضح قصته ويا البنات وهواي اشياء. طبعا المقطع طويل كله راح احط لكم اياه بالوصف، روحوا تابعوا كله بالكامل، راح احط لكم جزء بسيط حاليا من عنده. بعد ما تخلصون المقطع روحوا تابعوا المقطع كامل ووصلوا المقطع 50,000 مشاهده على مود يسوي الجزء الثاني. رفعت على ابوك سكين تذكر؟ رفعت على ابوك سكين جيت اقتطع انا ابوك وفليت ميت على فلسطين ورنيت عليك تلفون قلت لك خلص ارجع انا بحل لك مشكلتك مع ابوك. المهم بالوقت هذا ببعث لي مسج انه بده يطلع، بس شو اللي خايف منه؟ خايف يطلع من الدار. بعث لي مسج هسه بحط لكم المسج طبعا فوق، الكل بيشوف المسج ويقراه، اتمعنوا بالمسج بس، بدي اورجيكم هالشبشب هذا اللي انا كنت ابوه وامه واخوه واخته، شو كنت يعني متبنيه انا، كنت اصرف عليه، كنت ادفع عليه مصاري. الحمد لله الله رزقني، كان ايام الله رزقني وكان معي مصاري كنت اللي على قلبي اعطيه اياه. ما عمري قصرت معاه بشلن، اشتري له اواعي، اشتري له تلفون، انا من الناس اشتريت لك تلفون اكس. انا اشتريت له تلفون اكس بعيد ميلاده، عيد ميلادك اشتريت لك تلفون اكس يا شبشب، بس انت ما بتمرش فيك طلع، فتحت له محل كلفني 50,000 وعندي براهين اني انا فاتح لك محل ب 50,000، تعال يا شبشب انشر للمحل اقعد بالمحل، قضيت لي اياها تروح تلم بوكسرات ماركات من فلان بفلسطين يجوك على فلسطين تضحك عليهم، ضحكت على نص اهل فلسطين وبعيني شفت بعيني هذا الحكي، ضحكت على العالم كلياتها. يا زلمه اللي ما في له خير باهله ما له خير بالعالم، ولك امك بعتها، ابوك بعته، رفعت على ابوك سكين متذكر؟ الخبر الخامس اللي عدنا عن انس واصاله. فانس واصاله نزلوا على حساباتهم بالانستغرام شويه ستوريات بالنسبه لاصاله، ستوريات كانت تغني بيها راح احط لكم شويه جزء من عدها. اما بالنسبه لانس مروه فهو نزل شويه ستوريات ويا احمد النشيد كانوا يسوون فلوج بامريكا، بده يشرحون للناس فلوج بسيط راح احط لكم اياه اللي حابب يشوفه كامل، احط لكم الستوريات. لي واحد يا احمد. هناك تبي تصور دونالد ترامب؟ اه هنيك دونالد ترامب جاي؟ اوه محل ما هم كانوا عم يتصوروا صح؟ هنيك دونالد ترامب. انا حاطط هاي الشارع اقدر اصير لك تور جايد. ما انت تور جايد قاعد عم يحكي لنا هون بيقول لك تتصور الاوسكار في الدولبي ثيتر. في الدولبي ثيتر هون. وهون الكابتن ثيتر بيقول لك بتصور كل افلام ديزني صح؟ افلام ديزني. اوه عندهم احلى ايس كريم من ديزني. وعندهم احلى ايس كريم ديزني، لا تقولوا لاصاله. اوكي شكرا. لومه حلوه تعرفوها، شايفين كل النجوم على الارض صح؟ كلياتهم على الارض الا نجمه واحده موجوده برا مانا على الارض اللي هي نجمه طلعوا مين؟ هاي احمد اللي هي نجمه محمد علي كلاي لانه محمد علي انه 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 اسم اسم محمد ما يكون على الارض. واو وقلت لهم انه اول صوره حقك اه ومن واحده من الصور القديمه اللي الي هلا احط لكم اياها كمان كنت واقف هون يوم ما اجيت خطبت اصاله وطلع هون كل النجوم وطلع هون هاي هون محل نجمة دونالد ترامب طلعوا المساحة واو مسكرينة واو بس والله هنا وصلنا لنهاية المقطع. اتمنى المقطع عجبكم، تحطون لايك تشتركوا بالقناة عشان اكون فايز زي ما قدم مملكة القصص
وبس مع السلامه.